رويده يا سيده الفاضله، استني خلنا ندفع عشان اسالك. دخلت انه امي تسلم عليكم وتقول لكم اعطوني جاكيتي، ليش تعذبوني؟ اعطوني الجاكيت. وكمان امي بتسلم عليكم ادخل على رويده وبتقول لكم بعتوا لنا الشاي لهون. يعني انا قصدك انا ما طلبت منكم، اني انا ماني مضيافه كويسه، ما قلت لكم ايش تشربوا. بالعكس شربتونا. اشربي شحنه، اشربي الشاي يا ابو احمد، ارسل لنا شاي الله يعافيك، جيب لنا شاي على كيفك. سكر خفيف لو سمحت. انا اريد قهوه والله. تريد قهوه؟ هسه مو تدلع هواي، انا اريد غير مضيافه انت العاد. واحد شاي بس خلاص يكفي. واحد شاي لاثنين؟ لا واحد شاي لنا الثلاثه. اه اوكي. انت تمر شاي قهوه اللي تبغاه. يا عم احمد الله يعافيك. اه على فكره في حنا، معليش تبغي اسوي لك اشيائين؟ والله ما انت بسهله. اه كبرتي بقى وحلويت. تعالي اقول لك رويده، دخلك بعد برنامج سوبر ستار، اكيد كلنا عارفين انك انت سوبر ستار، يعني سواء كنتي في هالبرنامج او ما كنتي، لانه اثبتي وجودك من بعد هالبرنامج وصوتك الرائع جدا جدا جدا. ايش كان احساسك بعد ما طلعتي من البرنامج؟ واكيد انت كنتي، كل الناس عارفه انك انت كنتي ديانا كارازون. وصل الشاي عشان تسكتوا انتوا الاثنين وما تتكلموا. تفضل. الشاي ما خلي ابو شخاي اشوف شاي. الشاي يا سلام عليك يا عم احمد يا شيخ، يطول عمرك. شكرا. اوصف لك يا حبيبي الشاي كمان؟ لا كذا لا صعب. بسم الله عليك. معليش ما حد شافك. يطول عمرك. تسلم حبيبي. لا وانت صادقه ما على الشاي، عندنا اغنيه بيالا حقت احلام، بيالا شاي على الماشي، تعالنا مني متذكره الاغنيه بس حلوه. الله تفضل واشرب الشاي. لا تفضل واشرب الشاي. هو احسن شيء انه الشاي دافي يعني حاسه بانه هلا فيني احكي بطلاقه عن جد. طيب تعالي انا ابغى اسالك، بعد البرنامج وخلاص وطلعت وكذا وكذا، ايش اول عرض طلعت فيه مسرح؟ اول عرض طلعت فيه على يعني مهرجان، مسرح، حفله، وشي؟ كان بسوريا صراحه. يعني انت ما شاء الله عليك نشيطه في سوريا عن جد، حلو. كل مهرجان تكوني الصرع. بتعرفي شو؟ لانه في كثير الي محبه صح، يعني من الشعب السوري، من المسؤولين، من كل الاشخاص. يعني الحمد لله انا بتشكرهم على دعمهم الدائم لإلي، وبتمنى اني انا اكون سفيره سوريا واكون انا الوش سوريا الحلو باي محل بالعالم. اكيد اكيد، مو انت تتمني هذا اكيد. انت يعني سفيره سوريا بنمره واستماره، لانه صوتك شكرا. يمثل الصوت السوري الصحيح صدقي، يعني بتمنى صراحه هذا الموضوع. بس هو احلى شيء انا قدمته بسوريا كان مهرجان بصرة. فبما انك يا حبيبتي انت مطربه زي العسل، عايزين نسمع زي العسل والنبي. اوكي. والشاي بتاعي اعمل والشاي إيه؟ بتاعي بقى خليها نجيب لك شيء ثاني. لا شو اسمه لما تصير اسرار، قول هذه كلنا احنا في الموضوع اسرار ومدري ايش، ويتحشروا الصحافه في الموضوع ويطلعوها بطريقه مزعجه. لك قولي بعض الصحفيين، انا علقت من ورا الصحافه. بعض الصحافيين اكيد، لانه في بعض الصحفيين ودك تحطي لهم وسام.